الحقني يا دكتور، في مصيبة. في ايه؟ لا انتهر 10 زي تقدروا منعونا. طب بقى وريني هتعمل ايه؟ طب نزل يدك دي بدل ما يترحموا عليك ويتموا عيالك. بس بس في ايه يا بلدينا؟ في ان مرت ابننا جوه عايزين نزورها ونطمنوا عليها. مرحب يا عمر بيها في الاصول، مش كان واجب تبلغنا باللي حصل؟ بلا ما نسمع من غريب. دول اهل زياد. ايوه زياد اللي مرته قتلته وهتطبخوها وتقولوا انها اتجننت، وبعد كام شهر تخرج وتتجوز وتعيش من خيره، واللي مات ودفن وارتاح. ايه الكلام الفارغ اللي بتقوله ده؟ صح يا فندم، كلام فارغ عشان ما يصحش يحصل طول ما انا عايش. انت جاي تهددنا هنا؟ اسكت يا عمر عشان خاطري. ايوه يا عمر بيه، شاهد لك عينيه. زياد ما هيتعملوش عزا. طيب دي معناتها ايه؟ اللي بلغك كذاب، عمر ما قتلتش حد والتحقيقات لسه شغاله. وانا متاكد انها اللي قتلته. يلا بينا يا رجاله. استنى عندك. إذا كنت فاكرها سايبة تبقى غلطان، اللي أنت بتفكر فيه ده خلص من زمان، في قانون بيتطبق على الكل، ويوم ما تفكر تأذي حد هتلاقيني أنا اللي واقف لك. عمر، منار لازم تمشي من هنا، كده هي حياتها في خطر. معاك حق.